عدنان ابو عدنان وعدنان 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 الناس اعتادت بالموصل انه تكون دائما وجبات الافطار مالتها يعني يا قليه يا باتشا يا تشريف قاص، يعني من هاي الاكلات اللي الناس تعودت عليه، يا شوي يا من هالاكلات. فاحنا متخصصين والله بس بالقليه نشتغل، ما عندنا غير ان شاء الله، ويعني هي وجبه افطار صباحيه. احنا كنا بباب السراي نفس البرنامج مالتنا مال السوق، هسه حاليا بمنطقه المصارف نشتغله، هم مفتح قبل صلاة الصبح تقريبا بأكثر من نص ساعة، موجودين لي الضحى تقريبا وتساهيل بيد الله. هذا هو برنامجنا هذا الشيء. بالنسبة للطريقة انه نقل الطرف ونفشل شوية دبس وبعدين نقل اللحم نسحبه على طرف وننزل بصل معانو وخلي الماء لما تغلي على وجبات، يعني نسحب المرق ونرجعها مرة الأخ حتى نستعملها بالبيئة يعني. فالطريقة متوارثيها يعني أبا عن جد، احنا مثل ما تفضل أخوي يعني احنا الجيل الثالث أو الرابع بيها، أكثر من 70 سنة احنا نشتغل بيها للمصلحة. اللحم لازم يكون فخذ وعجل عراقي يعني ما يرحم اي لحم غيره، وهاي الاكله موجوده يعني بالموصل المشهوره. احنا من روادو كنا نلاحقوا نروح عليه نعبر من هذا الجانب على ذاك الجانب باب السراي، كنا نروح على مود ناكل القليه، فهو تحول هنا هم صار قريب علينا فما نقدر نفارجه. فاكلات الموصل طيبه يعني صيف وشتاء؟ لو بس لا، اكثر شيء بالشتاء يعني تفضل اكلات بالشتاء افضل يعني تكون. هل هي وجبه افطار صباحيه مفضله عندك؟ مفضله نعم. اكله القلية الموصليه هاي اكله قديمه شعبيه صار لها اكثر من 100 سنه، وهاي هي قليه جت كلمه من والله. هي اكله القلية صراحه هي اكله مشهوره بالموصل، ويعني غير محافظات مثل بغداد